النهارده مش بس بنتكلم سياسة دولية، بنتكلم سياسة عالمية وهي الدولية، التواصل ما بين الدول، كنا قبل الفاصل بسأل حضرتك ايه الالتزامات اللي نقدر نقول انها لازم نخرج بيها وبالتالي يمكن يكون ده السبب وراء مد المؤتمر يوم زياده نقدر نقول كده اربع التزامات كبرى لازم تخرج من هذا المؤتمر ال ال الالتزامين الأولانيين ما يتعلق بسياسات التخفيف والتكيف ما فيش خلاف عليهم ده الكلام ال ال الجميل م العلمي اللي تم النقاش فيه على مدار اعمال المؤتمر واللي هنا لازم الحقيقه نتوقف ونشيد بقدرة المودريتور المصري على وضع اجندة علمية يحترمها الجميع مم. وان هذه الاجندة تراعي كافة الابعاد يعني لما بنشوف المحاور التسعة ايام اللي تم مم. النقاش فيهم كل محور فيهم قائم بذاته وقابل للتفعيل تفعيل الحوار أه. ان انا اسمعك وتسمعيني ونتكلم ونوصل لنتيجة مشتركة بعيدة أزل. عن فكرة الراي الاحادي اللي لازم يفرض على الجميع أه، والقدره على طرح نجوم من الاكاديميين المصريين المتخصصين في فروع هذا العلم الجديد اللي, مج... اللي الناس كتير ما تعرفش عنه واللي الناس بعيده عنه انما في رؤى تتعلق بالاقتصاد بالاجتماع بالزراعه بالبيئه بالطاقه مم. مصر قدمت نجوم في هذا المجتمع قدروا يعني يكونوا أه جديرين بتمثيل طبعًا. بتمثيل الدوله المصريه وقدمنا... وبتيجي... ده انا عايز بقى وهل قدمنا ما تم بالفعل على الأرض، يعني مصر داخلة مؤتمر المناخ وهي عندها مشروعات كبرى في مجال الطاقة حصل الكلام آه على ده اه طبعا آه آه حضرتك كنت برضو قبل الدخول كنت حضرتك لا معك احنا بنقول في الفصل يا جماعه كلام صدقوني حلو جدا <applause> عايزين نستبقى <الناس> تبقى معانا <applause> آه كان في حياة كريمه صح لا ده حقيقي آه كان في آه آه نماذج للانجازات آه بتاعه المشروعات القوميه الكبرى آه الاخرى اللي تمت مم على الارض المصريه ده في الجرين زون طبعاً مش في البلو زون مم وحضرتك كنت هناك وشفتيه وقادره تحكمي على مدى تنوع الانشطه، احنا بنتكلم على 156 جناح ما كانوش متوفرين حتى في جلاسكو، كان في جلاسكو في حوالي 70 جناح او 72 جناح، فانت بتتكلمي على الضعف بتتكلمي على الضعف تقريبا عندنا هنا في الجرين زون اللي الدوله المصريه نظمتها واللي من خلالها مش بس عرضت يعني عرضت لي القدرات البشريه والامكانيات لدى الانتربرينور المصريين رواد الاعمال المصريين ولكن ايضا لرواد الاعمال في القاره الافريقيه وقدرتي تشوفي نماذج لشباب مصري لديها قدره على الابتكار ويمكن انت خليتي روبوت بيتجول وبتشوفي ازاي عقل مصري قادر يقدم خدمات تتناسب مع البيئه اللي المصريين كانوا لازم يفهموه اللي كان لازم ان نقول لهم وناكد عليه ان كل ما تم من مشروعات قوميه كبرى طوال الفتره اللي فاتت تم وفقا للاشتراطات البيئيه الدوليه حتى آه. بما فيها مشروعات النقل والمواصلات و الى اخره ال 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 الاسفلت الكباري التصميمات الحاجات كل إذا دي معلومه جديده ممكن اتوارها. كلها لا لا موجوده يعني مصر ملتزمه بمخرجات مؤتمر المناخ حضرتك عايز تقول لنا من قبل أيوة. ما أيوة لان هو ده ده مرتبط بالاستراتيجيه اللي الدوله المصريه حطتها وفقا للاستراتيجيه التنمويه 20 30 استراتيجيه مصر 20 30 اهداف التنميه المستدامه اهداف التنميه المستدامه اللي هم فيهم 17 هدف بتوع الامم المتحده الدوله المصريه في كل المشروعات التنمويه اللي اشتغلت فيها على الارض بتراعي هذه الابعاد البيئيه في كل المشروعات اللي اشتغلت فيها طب الدوله المصريه بتعمل ده ليه؟ لان احنا بنتكلم عن التنميه المستدامه اللي هي هدفها المواطن المصري في المستقبل مش بس المواطن المصري النهارده ومن ثم الدوله مصرية وهي بتبني ده هي رايحه بتعمل هذه المشروعات عشان تؤمن لهذا المواطن في المستقبل الامان المناخي. <applause> الامن القومي المصري يرتبط بكل هذه الابعاد، تهديد مكون من مكونات امن المواطن اللي هو الكور النهائي للامن القومي <applause> هو بمثابه تهديد للامن القومي كله. <applause> ومن ثم الدوله المصريه وهي رايحه بتؤمن المناخ لهذا المواطن على المدى البعيد هي دوله تستوعب تماما قدراتها وامكانياتها لما بنشوف ده بقول لحضرتك حتى في الاسفلت اللي بيتم بيه مش كده بس كل مشروعات النقل اللي تم الانتهاء اللي منها كلها مشروعات تراعي الاشتراطات البيئيه يعني بتشوف النقل الذكي النقل الكهربائي القطارات المتروهات الأتوبيس الدائري المتردد القطار السريع كل دي مشروعات بتراعي الاشتراطات البيئيه حضرتك شفتي التمويل اللي جال من الامم المتحده وده لازم المصريين يعرفوه أيوه. مصر لم تصرف مليما واحدا على هذا المؤتمر الذي صرفت عليه منظمة الامم المتحده وقدمت الدوله المصريه هذا التمويل اللي خلى مدينه شرم الشيخ تستوفي ما يقرب من 80% من درجات البيئه المناسبه المدينة الخضراء مدينه خضراء يعني ده كمان تمويل عالمي لشرم الشيخ تحديدا كلها مش بس المؤتمر بالظبط بالظبط ان الدوله المصريه اشتغلت على هذا الملف وقدرت ان هي تستفيد وتوفر الدعم الكافي واللازم ان هي تقدم مدينه نموذج يعني احنا مقدمين شرم الشيخ باعتبارها ان مدينه نموذج قدرنا نحقق فيها هذه الاشتراطات لما بنبص في <applause> باقي المشروعات اللي الدوله المصريه عملتها في مجال الطاقه انا عايز اسال حضرتك عن دول انا عايز اقف عند دول بقى لان انا ده ده فعلا اللي كنت بغيرانة مشغوله بقول احنا مش بس عندنا كل الامكانيات لكن احنا بدانا بالفعل من بين انا عايز اسال حضرتك الطاقه الطاقه الشمسيه الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح وطاقه الرياح اللي اتحقق في الملفين والطاقه الهيدروجينيه م. الهيدروجين مش اخضر بس في هيدروجين اخضر وفي هيدروجين ازرق المهم ان احنا لازم نتفهم ان الدوله المصريه وهي ماشيه في هذه المساحات هي تدرك تماما انها تستثمر في المستقبل مش بتستثمر النهارده بس لما بعمل محطات الكهرباء بتاعتي بتشتغل بالغاز الطبيعي وبتتخلى عن كل ما يلوث البيئه لما بتجه الى الاستثمار في الطاقه الشمسيه لما بتجه الى الاستثمار في طاقه الرياح انا بقدم لمواطن مصر في المستقبل الامان المناخي، طب هل مصر اكتفت بده وبس؟ مصر م. راحت في ملفات ابعد، لما حضرتك احنا بنبتدي نغير في استعاده البيئه، لما حضرتك احنا بنتكلم على حياه كريمه وكان معاكي ال ال الضيفه الزميله العزيزه ممثله حياه, حياة م. كريمه، خلينا نقول ان مصر هي في هذا الإطار بتروح لحياة كريمة هي هدفها الأساسي كمان إعادة الحياة إلى طبيعتها في هذه الـ الـ البيئة الأولية م. ومش بس إعادة الحياة إلى طبيعتها وإنما الاستثمار المستقبلي الآمن بما يراعي كل هذه الاشتراطات ليه؟ م. لأن مصر ملتزمة من ضمن الاستراتيجية التنموية بتاعتها مصر 2030 أن يكون من ضمنها تامين البيئه وتامين المناخ ومن ثم الدوله المصريه اطلقت في مارس اللي فات الاستراتيجيه الوطنيه الاولى للمناخ اطلقتها الوزيره دكتورة ياسمين فؤاد وزيره البيئه راجعنا الادوار البطوليه اللي عملها معالي الوزير رئيس المؤتمر سامح شوقي وزير الخارجيه فخلينا نشوف ازاي الدوله المصريه بتشتغل وزاره التعاون الدولي وزاره التخطيط أوه.